الأسماء تتذكر حضرتك لما خطبت فينا هاي الخطبة العظماء تبعك تبع الهجرة وقلت لنا حتى بالعلم تتذكر؟ بتذكر حتى هون بالعلم يعني؟ ايه هون ايه. اليوم يا سيدي الكريم صديقك همام عامل إنجاز استثنائي ممكن يكون هون وبالبلد. عن جد؟ لوكي أحكي؟ لا لا حبيبي لا مو هلا، هي أسرار شغل بيجي وقته بحكي لك، بس أنا المهم بالنسبة إلي إنك تفهم الفكرة، عرفت شو؟ لوكي برافو برافو، عن جد فرحتني. همام ما تزعل مني وقت اللي بقول إنه ما فينا نعمل شي هون، أنا بأمن كتير منيح بعقولنا وبطاقاتنا، وبعرف إنه في عنا عبقريات موجودة بهي البلد ما أنا موجودة بمكان تاني، بس أنا لما بكون عم أحكي هيك ما بيكون هذا قصدي، أنا قصدي شي تاني، وإن شاء الله ما تواجهه. اللي هو؟ اللي هو؟ يا سيدي بكرة بتشوف، وإن شاء الله يا رب من كل قلبي بتمنى إنه اللي عم فكر فيه ما يطلع صح، بس بكرة بتشوف. يا اما راح يحرقوا لك اياه، يا اما ما راح يعترفوا فيه من اصله، يا اما راح يطلع لك شي واحد يلطشه وينسب موضوع الابداع له. بقى بتعرف انا قديش بحبك وبتمنى اطلع غلطان، بس بكره بتشوف. أكيد لازم يكون في أمور مشتركة، ولا كيف بدها تزبط الصحبة؟ والحب شو بو؟ قديش بده أشياء مشتركة برأيك؟ لا هي تعلمناها منك أستاذ همام، حبك وعندي أسباب، يعني أكيد لازم يكون في أمور مشتركة، واللي مو مشترك لازم الطرفين يمشوا لنص الطريق عليه. شو يعني أنت اليوم مثلاً ما لك ملاحظ إنه أنا مغيرة طريقة لبسي؟ وبس كرمال انك انت ما تزعلني. يعني من مره بدك كان يلاحظ، يعني هلا اليوم صدفه بلابسه هيك، بجوز تكون صدفه، يعني مو معناته اللي بتلبس قصير لازم تلبس قصير كل يوم. اه قصه كثير شيء، يعني بدك كاني ما عود البس ابدا مثل ما كنت البس؟ لك لا يعني مو لهالدرجه، مو بكل شيء قصدي، بس يعني انا الفكره تبعي انه بيكون عندك شغل بتروحي على القهوه، يعني اللبس يكون عادي وطبيعي، لما بيكون عندك زيارة شي حفلة شي مناسبة اوكي، يعني انت حرة بس اللي بدك اياه، هي الفكرة تبعي بس. طيب من عيني هي قبل هيك. لا انا عن جد عم بقول لك، انا يعني بدي اياها من قلبك بدون ما اكون عم ضغط عليك بتقضي على حالك. يعني حتى لو كان في ضغط شوي، لكن شو معنات الحكي اللي كنت عم بحكي لك اياه قبل شوي؟ مو معناته انه الواحد حتى لو كان بيحب شي بيغيره كرمال الثاني؟ حبيبي ما تاكل هون، حتى انت اللي طالبه مني ما له كثير جوهر، ما له مستحيل. بعدين اليوم بالذات ما بدي شيء ناقص منك فرحتك. يلا قل لي امتى بدك تعلن قدام الهيئه عن الشيء اللي عملته؟ يعني بهالكم يوم بس عم بستنى لحتى اخلص صياغه البحث اللي عم بكتبوا عنه. عن جد انا بحبك كثير وكثير فخوره فيك. وانا كمان. الو بعدين بعدين هلا بعدين. معلش يا همام اترك لي اياه حتى ادرس الموضوع اكثر،
قبل ما نعرضه على الإدارة. ليش خير؟ يعني في شيء؟ حاليا ما بعرف، بس لحتى نجزم فعلا انه الموضوع مبتكر فبحاجة لدراسة اكثر. انا هيك رأيي. معلش يا همام، خلي لي كم يوم، كم يوم بس بدرس لك الموضوع منيح وبعطيك الجواب. يعني انت، انا ما بعرف ال... همام لا تكون بصلتك محروقة، نحن هون بالشام، يعني شو ما كنت عامل ما رح تاخذ جائزة نوفل، عرفت علي شلون؟ طول بالك، خلينا ندرس الموضوع على مهلنا. لا اكيد انا مو هدفي اني اخذ نوبل على هذا البحث، بس يعني بيهمني كثير انه لما اتوصل لبحث مثل هاد اني احطه بخدمه الهيئه والبلد. طبعا طبعا همام، انا معك بهذا الهدف 100%، بس وقت القسم تبعنا بده يتقدم للاداره باكتشاف من هذا النوع، طبعا يعني تجاوزا اذا سميناه اكتشاف، لازم نكون واثقين بانه عملنا خالي من الشوائب. نحن ما بدنا نصير مادة للتندر، مو هيك؟ ولا شو رأيك؟ طيب دكتور، خد وقتك، انا بانتظار ردك. همام، ما في داعي تاخذ الموضوع بهالحساسية هي. انا عم لك هذا الشغل اللي عامله انت شغل مهم، بس طبعا في بعتقد انه في ثغرات حسب ما لي شايف وبده دراسه اكثر. لما بتتصرف هيك انت ما بتذكرني غير باختك. معلش دكتور لو سمحت، انا هون بشغل، طالما حضرتك عم تتعامل معي بصفه رسميه فليك تخلي العلاقات العائليه بعيده عن الموضوع لو سمحت. شو الحكي، مثل ما بدك. تفضل. يلا بالاذن. اهلين. كمال كله بالنتيجة شقفة رئيس قسم، يعني إذا أنت تضايقت منه فيك تتجاوزه للي أعلى منه وتقدم له البحث، صح ولا لا؟ بلا مزبوط، يعني بس الواحد بيقول بلا ما يعمل مشكلة مع واحد مثل هاد، وسهير وناقصة يصير في عندها مشاكل ببيتها. شو هالحكي هاد؟ هلا بدك تستسلم مشان هيك اعتبارها؟ يسلموك. الله يسلمك. بعدين سهير حياتها كلها معه مشاكل بمشاكل، وقفت على هي بسيطة. لا والثانية ما بعرف منين جابت لنا اياها هذا، وهل بتعمل فيه معه مشروع وشو بعرفني وبدها تساوي وكذا وكلام. همام انت شو اللي زعجك بالموضوع بالضبط؟ انه يعني هي ليش تحط حالها بهذا الموقف؟ يعني بكره اذا طلع الزلمه مو منيح او ما اتفقوا مع بعض، مين بده يطلع بسواد الوش؟ مو هي؟ ليش سواد الوش؟ ليش هيك عم تفكر؟ عم بقول لك هذا اخوها لميسون، هي لازم حاكيها. يلا حاكيها على راحتك، انا صار لازم امشي. فكرتك رح تضل؟ والله متضايق شوي، مزاجي معكر. ماشي حبيبي، روق. ايه ماشي، يبارك سلامتك. لا تستغرب بابا ولا تهز حالك، سهرك صرنا بنعرفه منيح. بابا انا ما عندي مشكله شخصيه معه، بس انا حاسس اني انا الشيء اللي عامله هو شيء مهم فعلا. مش هو لحد هلا ما وقف بطريقك، كل اللي قالوا خلينا نستنى. امي لو كنتي معي وسمعتي كيف حكى، كان مثل كانه عم يتمسخر، قال نحن قاعدين بالشام شو مفكر حالك بدك تاخذ نوبل؟ هذا اسلوب حكي بدل انه في حدا ما ناوي يعترف بالشيء اللي انا عامله. سبحان اللي بيغير ما بيتغير. تتذكري لما اجى همام وقال انه الدكتور كمال معجب بسهير وحابب يتقرب لها بهدف انه يتقدم لها، قديش قال عنه انه رجل مبدع وانيق وحضاري؟ تتذكري قديش انا كان لي اعتراضات عليه والسيد همام هو اللي كان يقنعني؟ ايه بتذكر. بابا شو قصدك؟ يعني انت هلا عم تحملني مسؤولية هذا الشيء؟ لا بابا، بس انا عم بحكي بهدف المفارقة لا اكثر لا اقل. بعدين هو ما كان مبين هيك يعني. بعدين انا لقيت انه عجبها لسهير، فصرت بدي ساعدها اكثر واكثر. الله يفرقكم عن بعض. شو بابا، بحثك لازم تمضي فيه للأخير، تنتظر كم يوم مثل ما قلت لك، إذا كان قراره سلبي بتتابع، بعدين لا يهمك وضع أختك، الشغل شيء والقرابة
شيء ثاني، اصلا هني وضعهم منيح.